بإطار فكر للحياة، بحب أتشارك معكم اليوم بفكرتين. أول شيء بدي أقول إنه نحن بجولة بأوروبا، تحديداً بين إيطاليا وفرنسا وسويسرا، عم نجرب نحضر ونتشارك مع كل الأحبة والأصدقاء المسؤولين برسالة حياة العالمية، لحتى نحضر كونتينر يكون هو لدعم أهلنا بلبنان. بس مش هيدي النقطة تحديداً اللي بحب أن يكون هيك عم عمقها اليوم أنا وياكم، هي فكرة التضامن. بتعرفوا أنه كانوا المسيحيين الأول هيك يتضامنوا ويحضروا من برا تمويل ودعم، كانوا يلقوه على أورشليم. هيك رجعت الفكرة استحضرتني بقوة، بس اللي فكرت فيه هيك بالعمق انه صدقوني مش الأهمية هي للحصة الغذائية، ولا الأهمية للدعم مهما كان صغير ولا كبير. هي أخوتي خاصة بالعمق المسيحي، الأهمية هي لثقافة التضامن بوجه الأنانية والفساد والاستغلال. هناك ثقافة ونهج حياة مختلف بدنا نربى عليه، وهو بيرتكز على التضامن وبيرتكز على أهمية إني أطلع من ذاتي لحتى فعلاً كون عم بدعم الآخر. لأنه يمكن أوقات عنا كتير حجج نحطها لذاتنا ولا ما نقدر نقوم بهيك خطوة، ولكن إذا قررنا واعتمدنا هيدا النهج رح نلاقي إنه دايماً في عنا وسائل وإمكانيات لهذا الشيء. هيدي هيك أول فكرة بحب أتشاركها معكم. تاني شيء بحب أقول إنه اللبناني أختي بيحمل كتير من القيم، وإن شاء الله نرجع نضافر كل الجهود لحتى هيدا الوطن يرجع يكون هو الضامن للعزة والكرامة اللبنانية، لأنه نحن ما بدنا من حدا شيء، ولا بل اللبناني هو يلي قادر يصدر الإنسانية والقيم، حتى بالمستقبل هو يلي قادر يكون عم يعطي الدعم حتى المادي للخارج. الله معكم.